الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان والجان لغاية واحدة ولغرض واحد، وهي عبادة الله عز وجل. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالإنسان الأعمال مقسومة إلى قسمين: في أعمال قلبية، أعمال القلب، وفي أعمال جوارح. فهذه الأعمال وهذه العبادات لا يجوز أن تصرف إلا لله وحده جل جلاله. فالإنسان إذا سأل يسأل الله عز وجل، كده يكون حقق معنى العبودية. وقال ابن عباس: إلا ليعبدون، بمعنى إلا ليوحدون. لأن الإنسان إذا لم يحقق التوحيد لم يكن قد حقق أو قد حقق الأمر الذي من أجله خلق، وهي عبادة الله عز وجل. ونحن اليوم في هذا الزمان كثر في دعاة الشرك بالله عز وجل، دعاة يدعونك إلى شرك أشد من شرك المشركين الأوائل. ودي أكبر جريمة يا أخوانا، أكبر جريمة على الإطلاق، أن تنحرف من عبودية الله عز وجل إلى عبودية البشر، وفي البشر أرذل خلق الله وهم الصوفية. وده الآن المجتمع يا أخوانا ممتلئ بأمثال هؤلاء الناس، يدعونك إلى الشرك بالله عز وجل، وده من أخطر الجرائم. الليلة لو سألت أي ذل قلت له أخطر جريمة شنو؟ أخطر جريمة، يقول لك جريمة القتل، يقول لك ذول قتل ذول، دي أقعب حاجة يقول لي كده، ذول قتله دي أكبر جريمة. لكن أكبر جريمة ما هي قتل النفس التي حرم الله عز وجل، إنما أكبر جريمة أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل، مثل أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى، أو أن تعتقد أن غير الله عز وجل يعلم الغيب، وده من الشرك بالله عز وجل. لأن الشرك هو مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله، حاجة خاصة بالله، حقت الله براو تيجي تقول الله والبرعي سواء. ونحن نجيب البرعي ده ليه؟ لأنه ده أكثر زول نشر الشرك في هذا القرن الحديث في السودان تحديدا، أكثر زول نشر الشرك بالله عز وجل. لا من مات وهو ينشر الشرك بالله عز وجل. ده بيقول لك البرعي قال اللولي بيعلم الغيب، وعلم الغيب صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف أو أن تعتقد أن غير الله عز وجل يعلم الغيب. ده البرعي قال لك قماك نزاور للأولياء الأغطاب لهم نشاور. منهم من الأولياء، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ده البرعي بيعتقد وبيعلمك أنك تعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب مع الله سبحانه وتعالى. وربنا قال في آية محكمة من كتاب ربنا جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الآية دي اللي بيدعوا الصوفية أنهم بيقروا القرآن، الآية دي ما لاقتك؟ خلي البرعي وخلي الصوفية، ما في زول بيعلم غيب إطلاقا، والله ما في، والذي لا إله غيره زول بيعلم غيب ما في، واسمع نهائي ما في، لا برعي لا زريبة لا شكانيبة لا مرح لا حوض، كله زول بيعلم غيب ما في. إذا كان يا أخواننا أفضل من خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، رسول الله لا يعلم الغيب، لما نقول لك رسول الله الكلام انتهى، لأن التراب
تراب نعل النبي صلى الله عليه وسلم كويس معك يساوي ملايين الملايين من أمثال الصوفية. عرفت كيف؟ ربنا قال في القرآن قل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أنت يا صوفي واحد من الدين يا بتاع الدرداغة واحد من اثنين، يا صدق القرآن ده كلام الله، يا صدق البرعي داري هاتوا في بيته دار البرعي ولا القرآن؟ البرعي والقرآن ما بيتلموا، البرعي والسنة في تضاد تام ما بيتلموا إطلاقا. البرعي ده ما عنده علاقة بالإسلام الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده علاقة إطلاقا. عرفت كيف؟ ما عنده علاقة أصلا. زول بيجي بيقول لك طيب أنا وديك كلام، الليلة يا اخواننا لو وصوا في ناس بيعلموا الغيب، مثال بس بالعقل كده، مثال بالعقل. الان لما تمش لناس المباحث المركزية بتلقى يقول لك في جرائم دونت ضد مجهول، يعني القتل منو ما نعرف، قتل لزال وزاق فات، جرائم كثيرة جدا، ناس كتار ماتوا قتلهم منو ما تعرف. انت ناسك اللي بيعلموا الغيب ديل ماشي وين ناسك اللي بيعلموا الغيب ديل كويس معك؟ ما سؤال. البرعي بتاعك ده لو بيعلم الغيب يجي يورينا الجماعة اللي بيعلموا الغيب ديل كملوا ولا قاعدين؟ بس دول واحد ولا في لسه في قاعدين؟ لو في ورينا لوين عشان نوديهم ناس المباحث المركزية نقول لهم ألغوا المباحث وألغوا الاستخبارات، عندنا فكينا فكيه عالم الغيب، أي زول كتل زول بس يقول الشيخ يقول لكم قاعد في الحتة الفلانية تمشوا عليه، عشان زادوا الدولة ما تصرف قروش وجاز وبنزين وتدريب. نختصر الكلام ده، نعمل مكتب عالم الغيب، الموضوع انتهى خلاص. كويس معاك؟ انت كذاب، ما في لا نبي لا رسول لا صالح لا طالح لا جن لا غيره، ذول بيعلم غيب ما في اطلال. يجي البرع اخر الزمن يكذب على الله عز وجل ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد انه غير الله عز وجل يعلم الغيب، وده شرك اكبر، لانه علم الغيب صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى. ما في ذول بيعلم الغيب، ده الصوفية بيعلموك الشرك بالله عز وجل. يعلموك شنو؟ يعلموك الاشراك بالله عز وجل. وانسان يا اخواننا لو مات مشرك مشكلة كبيرة، ربنا قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. جنة عليه حرام ومأواه جهنم، السكن بتاعه جهنم. كويس معاك؟ والله الذي لا إله غيره تعتقد العقيدة بتاع الصوفية دي تمي جهنم طوال طوال. تقال الناس زي احنا مشكلتنا معاهم في نوة براءة بس، والله لو مشكلتنا معاهم في الدلوكة والنطيطة كويس دي مشكلة خفيفة. كويس؟ مشكلة أكبر من كده، ده واحد بيعتقد إنه الشيخ بتاعه هو الله. والليلة يا اخواننا اكثر الناس ما عارفين حقيقة الصوفية يشرب حقيقة التصوف ما عارفينها، يكذب عليك يقول لك الصوفية هي ان تربي الناس على محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما عندك علاقة بالمصطفى، يقول لك الصوفية هي الاخلاق وما عندهم علاقة بالاخلاق، والله ما عندهم علاقة بالاخلاق اصلا، يقول لك الصوفية هي الادب وهي التربية، ما عندهم علاقة لا بتربية لا بأدب لا بأخلاق لا بسلوك. مين كتبك؟ الصوفية تربي الناس على الدجل والشعوذة فقط، بس دجل وشعوذة وبدع وخرافات بس ما أكثر من كده، ده التصوف. إذا جاي يتكلم أي صوفي جاي يتكلم عن الزهد نقول له الزهد في الدين قاعد. كويس معاك؟ كونه تقول يا شيخ الحقنا وفزعنا دي علاقتها شنو؟ بالزهد. علاقتها شنو؟ تقول الشيخ بيعلم الغيب، ده علاقته شنو بالزهد والادب؟ كويس؟ تمشي تبوس كرة على الشيخ، الجماعة بيمشي يبوسوا كرة على الشيخ. والدمرين عارفوا؟ الزول الساحر الكبير ده بتاع الهلالية اسمه الدمرين، الجماعة بيسجدوا له ويبوسوا كرعينه، ده علاقته شنو مع الزهد؟ ما سؤال؟ علاقته شنو يعني؟ زول يسجد للشيخ ويبوس كرة على الشيخ، الشيخ استحمى يشرب موت الحمام بتاع الشيخ. كويس معك؟ يا اخي ده شيء عجيب خلاص، شيء عجيب. ده الواحد فون يعيا ينتهي ينده المشايخ. خلاص انتهى، يكورك للمشايخ ما يخلي زول.
زي واحد بيتكلم معاي قال ليه البرعي مال برعي ومصر المامنه. قلت له تعرف مصر المامنه دي الفوا لشنو زول؟ تعرف السبب؟ قلت له زول ربنا ابتلاه بحصوه، جاته حصوه في الكلى، جاته حصوه بدل ما يسال الله بقى يسال في المشايخ. قال هو يا ابو التايا ويا حامد بعصايا زيلوا الحصايا وامراض كلاي. ده البرعي بتاعك ده مش المفروض يقول يا الله؟ قال لا، قال هو يا ابو التايا ويا حامد بعصايا الاثنين ديل زينوا الحصايا وامراض كلاي. بقى ده في المشايخ وما نفعوا، في النهايه انتهى خلاص، انتهى مات زول، انتهى مات كويس معاك. لكن الصوفيه ما بيفهم، ما بيفهم اطلاقا. تجي للصوفي تقول له يا اخي زول ده انتهى خلاص، زول شالوه ودوه المغابر كويس، ادوه قطن وكفنوه وربطوه خششوه ده لحد جوا وادوه طين وتراب ودفنوه كويس، ده بيقوم تاني وبيسمع وبيلحقك يقول لك هاي، يقول لك بيسمعني بيلحقني. عرفت كيف؟ خلاص الكلام تعرف الانسان ان يتعلم الدين ويتعلم التوحيد كويس معاك، الكتاب والسنه على فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وان تحذر غايه الحذر من الدخول مع الطرق الصوفيه او الجماعات الاخوانيه الى اخر من ذلك، تكون ذا الحر. الكتاب والسنه على فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام كثير. ومن خلف ان شاء الله اخونا الشيخ شهاب عوض، فنتقدم مجزيا مشكورا. ذلك وصل اللهم وبارك وانعم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.